أطلق مركز التبرع بالدم المركزي ببنغازي حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، وستكون الحملة مستمرة حيث يمد المركز 5 مستشفيات رئيسية بالمدينة. اليوم الأحد يوم 14/6/2020 يوافق اليوم العالمي للتبرع بالدم. قرر مصرف الدم أن نحتفله باليوم هذا. الغرض منه هو نشر ثقافة التبرع بجد، لأن نحن ما زلنا شغل مصرف الدم المركزي يعتمد على المتبرعين لصالح مرضى. يعني هو في جزء بسيط يجوا يتبرعوا المتبرعين طوعيين، لكن ما زال تظل ثقافة التبرع تظل ما زالت ضعيفة. فقررنا أن نحتفله باليوم هذا ونكرموا فيه المتبرعين الدائمين بحيث ننشر ثقافة التبرع أكثر. هنا كل شيء متوفر عندنا، تعقيم كامل، معدات كاملة في ظل إدارة جديدة، يعني حتى الأجهزة متطورة وكاملة وموظفين يعني فوق المستوى. يعني أنت عندك كشف وفحص وكل شيء. يعني أنت لا سمح الله يوم الأيام أنت أو أي شخص عزيز عليك يحتاج وحدات دم، حيكون متوفرات وآمنة جدا. إحنا أول شيء لازم وحدات الدم تكون آمنة جدا. هذه الفعالية السنوية هي بمثابة مناسبة تزف فيها آيات الشكر إلى المتبرعين طوعا بالدم من دون مقابل، لقاء دمهم الممنوح هدية لإنقاذ الأرواح، ويرفع فيها مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرع به. والله أنا نعتبر من المتبرع الدائمين، عرفت؟ أيوة، لي فترة طويلة نتبرع فضل الله سبحانه وتعالى، من الصحة ومن أجل ليبيا ومن أجل الناس المستحقة للشيء هذا. ننصح أي إنسان أنه يتبرع بالدم، شيء إيجابي بكل وصحة حتى له. تساعد عملية نقل الدم على إنقاذ ملايين الأرواح سنويا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدد حياتهم وتمتعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة، كما تؤدي هذه العملية دورا أساسيا في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم. يصادف اليوم هو اليوم العالمي للتبرع بالدم في العالم، ويسعى من خلاله مركز التبرع بالدم المركزي في بنغازي لنشر وعي لدى المواطنين بالتبرع بالدم بشكل دوري، مما يساهم في سلامة الجسم وأيضا إنقاذ حياة المواطنين. عوض البرغثي، ليبيا الحدث، بنغازي.